السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. موضوعنا اليوم هو يتعلق بالتربة. أهم المشاكل التي تواجه التربة هي الملوحة الزائدة في التربة. حتى نخلي النباتات تتكيف مع التربة المالحة، هناك بعض الخطوات اللي لازم نتبعها. هي أولا الري المكثف قبل وأثناء وبعد الزراعة. الري المتكرر يغسل التربة من الأملاح الموجودة بها. هناك أيضا الشعير، زراعة الشعير في التربة المالحة يساعد على امتصاص كمية كبيرة من الملوحة الموجودة في التربة. كذلك استخدام حمض الهيومك لمدة سنة أو سنتين يخفف من ملوحة التربة. كذلك استخدام أسمدة تحتوي على عنصر الكالسيوم والمغنيسيوم لطرد الملوحة من التربة، والقضاء على عنصر الصوديوم المسبب للملوحة. الخطوة الثانية، عندما نريد نقل شتلة جديدة للتربة يفضل حفر حفرة كبيرة شوي، ونضع تراب جديد ممكن نشتريه من المشاتل، متوفر بجميع المشاتل. نضع قليل من في داخل هذه الحفرة، ثم نضع النبتة الجديدة حتى تتكيف النبتة مع التربة شوية وما ينصدم النبات. أرجع وأكرر، الري المكثف ضروري جدا لغسل التربة من الأملاح اللي موجودة بها. إذا عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على المشاركة واللايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.